السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة النجم. اليوم إن شاء الله تعالى نقوم بتسجيل جولة افتراضية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. هذه الجولة تكون إن شاء الله تعالى عن طريق الموقع، وكل طالب في أفريقيا وآسيا أوروبا أمريكا، أي طالب في أي دولة يستطيع أن يشاهد الجامعة كأنه هو موجود في هذا الوقت في الجامعة. هذه الجولة نأخذه الآن بإذن الله تعالى. نفتح نيو تاب وأرسل لكم رابط في الوصف بإذن الله تعالى. هذا هو رابط، هذه هي الجامعة كما ترون، هذه الجامعة. تستطيع أن تشاهد الجامعة كأنك أنت موجود الآن في الجامعة الإسلامية كما ترون الآن. هذه البوابة الرئيسية، تستطيع أن تشوف كل الزوايا بهذه الطريقة. هذا خارج الجامعة، خارج الجامعة، هذا هو مكان خارج الجامعة، وهذه بوابة الجامعة وهي بوابة الرئيسية وبوابة رقم 1. نذهب الآن إلى سكن وحدة التاسعة، هذه وحدة التاسعة في الجامعة الإسلامية. هذه سيارات طلاب الجامعة، وهذه الجامعة كلها كما ترون. ونذهب الآن في الوحدة 20 أو 21، هذه وحدة 21، هذه وحدات الجديدة، وحدة كبيرة كما ترون. هذا البوابة، هذا بوابة الخلفية، وهذا المبنى للمدرسين أو المعلمين. وهنا يوجد ملعب الجامعة، وهذه هي المباني الجامعة كما ترون. ونذهب الآن إلى مطعم الجامعة. تذهب في كل مكان وأنت في دولتك وأنت في بيتك، تستطيع أن تشوف الجامعة. هذا هو الوجبات يأخذون الطلبة. أولا يمرون، يدخلون من هذه البوابة، يمرون بهذه الطريقة ويمشون طابور، وبعدها يمرون هنا يأخذون صحون، وكذلك يأخذون الرز والدجاج، وكذلك الرز هنا، وبعدها الدجاج، وبعدها موية وعصير وكل هذولا. وهذه هي نهايتها، يخرجون من هنا يأخذون شاي من هنا، لو يبغى طالب شاي أو بيبسي أو عصيرات زي كذا. وبعدها طالب وهو وصحنه يجلس هذه الكراسي الفاضية ويأكل الغداء والعشاء والفطور في هذه الطريقة. لكن الآن ليست كذا، الآن في وقت كورونا تغير كل شيء. الآن نذهب إلى هذه النقطة، وهذه النقطة، هذه المباني القديمة، المباني القديمة. وهنا كل هذه المباني القديمة، وهذه هي إدارة الجامعة، إدارة الجامعة. وهذا المسجد يسمى مسجد ابن باز، الشيخ ابن باز. هذا المسجد العلامة الشيخ ابن باز، هذا المسجد. وهذه كلية الشريعة. وكذلك نذهب إلى الإدارة، مكتبة الإدارة الجامعة، هذه هي. ومن هنا نشوف البوابة الرئيسية. بعدما دخلت من البوابة الرئيسية على طول الإدارة أول المكاتب، بعدها تدخل على الجامعة أول الكليات، كلية الشريعة، وهذه هي. هذا المبنى، مبنى رقم 1، الوحدة الأولى. وكذلك الآن نشوف على المدخل، هذا مكتوب المدخل، وهو أي مدخل؟ أيوه، مدخل الجامعة، استعلامات. ثم نذهب إلى المسبح، مسبح الجامعة. أنا والله ما ذهبت حتى الآن، وأنا موجود في الجامعة الإسلامية أكثر من سنتين وما ذهبت ولا مرة. هذا هو مسبح الجامعة. وكذلك نذهب إلى ملعب كرة السلة، ملعب كرة السلة كما ترون. كل شيء تستطيعون أن تشاهدون. ملعب كرة القدم، هذا هو ملعب الجامعة، ملعب كرة القدم، لكن صورته قبل كذا في اليوتيوب. وكذلك المسبح الثاني، وهذا هو المسبح الثاني في الجامعة كما ترون. هذا هو المسبح الثاني. الكليات، نبدأ من أي كلية؟ كلية اللغة العربية، هذه هي كلية اللغة العربية،
هذه كلية اللغة العربية، وبعدها نذهب إلى كلية الشريعة. كلية الشريعة القديمة، لكن الآن في مبنى جديد للكلية الشريعة. نذهب إلى كلية الهندسة، هذا هو كلية الهندسة ومعمل كلية الهندسة، هذا هو معمل كلية الهندسة، وهذا الدراسة، تأخذ الدروس هنا، والمعمل هذا هو. نذهب إلى السنة التحضيرية، هذه هي مبنى السنة التحضيرية. نذهب إلى كلية الحديث الشريف، هذه هي كلية الحديث الشريف. الطلبة بعضهم يأتون بالدراجات النارية، وبعضهم يأتون بالدراجات الهوائية، وبعضهم يأتون بالسيارات، بعضهم يأتون بالسيارات الطلاب. نذهب الآن إلى كلية الحاسب الآلي، هذه هي كلية الحاسب الآلي، وهذه هي كلية العلوم، وهذه هي كلية اللغة العربية، وهذه هي كلية السنة التحضيرية. كل هذه الكليات في هذا الطريق، وبعدها نذهب إلى داخل المكتب الجامعة. مكتب الجامعة هذا هو مكتب كبير وثلاثة دور، ثلاثة دور، مكتب كبير وجميل جدا جدا. ونذهب إلى داخل المكتب كمان، وكذلك الدور الثاني من المكتب هذا هو. كذلك نذهب إلى المكتب المركزية من الخارج، هذا هو المكتب اللي كنا موجودين الآن، هذا هو من الخارج، من الخارج هذا هو، من الداخل الدور الأول هذا هو، والدور الأرضي هذا هو، الدور الأرضي لهذا المكتب، مكتب الجامعة. في أي وقت يكون مفتوح ويدخل الطالب ويستفيد ويقرأ الكتب، ولو عنده بحوثات زي كذا. هذه هي من بوابة الجامعة، بوابة الخارجية اللي شفناها قبل شوية، وهذه كمان نفس البوابة، نفس البوابة، تصوير من زاوية أخرى. وهذا البوابة الثانية، هذا بوابة ثانية من الخارج، وهنا كلية جامعة طيبة. جامعة طيبة هذه هي، وتقطع الطريق، وهذه الجامعة الإسلامية، قريبين مع بعض الجامعات. هذه هي جامعة إسلامية، وهذه هي جامعة طيبة الطيبة. وحبيت أن أوريكم هذا الجولة الافتراضية في الجامعة، ويستطيع أن يشاهد كل طالب وهو جالس في بيته. الآن ندخل على موقع الجامعة. تريد أن تدخل على موقع الجامعة، تضغط على هذا الرابط فقط، وتذهب على طول موقع الجامعة الإسلامية كما ترون. وكذلك لو تريد أن تذهب إلى تويتر حق الجامعة، الأحسن أن يتابع كل طالب، لكل طالب المتقدم إلى الجامعة الإسلامية أن يتابع موقع الجامعة. وهذا الموقع ترسل الجامعة كل الأشياء المهمة ترسل الجامعة في هذا الموقع، في هذا الموقع تويتر. أعلنت قبل 28 دقيقة موقع الجامعة سيتم فتحه قريبا بإذن الله تعالى. تقريبا سيفتح بإذن الله تعالى، اللي شفته في الموقع، 12 شهر 9 2021، وسينتهي التقديم 16 شهر 12 2021. كل طالب أن يتجهز قبل أن يبدأ التقديم. وأشكركم على مشاهدة الفيديو، وحبيت أن أوريكم اليوم هذا الفيديو الخاص، وأرسل لكم الرابط في الوصف بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمان ولا لاز وما لدى وعيدين سلامي بعد السلام مانت إن شاء الله تعالى بشارة وضع بشارة دا وضع وحي تهاي جامعة دا وحي سو شكتي إن أي فرمي دونتو إن لفري دونو وقت دو وقت لفري دونو نوحا واي وحا كارسن وكليا مانت بش عاو واساقال إن شاء الله طبان توني كو توني اللو سيد لو ما لنا كارسن وفرتان كجامعة إسلامية مركو قف بالبو أو ربو إنه حرستو جامعة إسلامية والقديسة معلومات كل الأسكربي هديار صدو سيو أحرستو جامعة الإسلامية. شروط الأسكربو أيضا واضحة مرهور المنصود دوبي هدي وح وح وصوب كلا هدي جيران وقصو علين إن شاء الله وح وصوب هدي سنجرين يوتيوب كدعوضة ويكو جيران شروطها الاسكرابو أما ورقضها الاسكرابو جامعة دا وح على فولي دونات طبعا لبادة بش السقالات لبادة كن لباتني كودة وحين حرمي دونتا طبعا اللحدة بش طبعا اللبات
labadi kun labaatan iyo kow waa maxaa laayay 2 biloodaa dhexda ku jiro. Marka qof walbo waa hadduu dadaalo uu xiraysan karaa, warqadiisa uu soo arursan karaa. Qofkayga ay ka maqan tahay shahaadadii dowladda camal waa waqti, hadii waqti fiican la dhaho waa la haystaa insha allahu tacala hala dadaalo. Maanta insha allahu tacala waxaan fiirin doonaa jawla iftiraadiya, waa jaamacadii adoo soomaali jooga gurigaaga fadhiyo, ama turkiya jooga gurigaaga fadhiyo, ama australia joogto gurigaaga fadhiso ayaa jaamacaddii ku dhex wareegi kartaa video anoo kugu soo duubay. Linkigan waxaa idin soo dhigi doonaa qaybta hoos oo videoga. Qaybta hoos kale waxaa sidoo kale ka helaysiin qaybta hoos waxaa ka helaysiin sidoo kale telegram group, meesha igala soo xiriiri kartaa, meeshaas kaga warqabi karnaa qofkii raba jaamacad in loo xareeyo. Telegramkaas u imaana abshakur, su-aashaas meesha su-aashi aad rabto ayaa meesha igu weydiineysa, meesha kaaga jawaaba biidni illaahi tacaala. Marka kusoo dhawaada insha allahu tacaala. Marka hore waa ilbaabkii jaamacadda, meeshan ilbaabkii jaamacadda, meeshan waa banaanka jaamacadda, derbigaana kusoo wareega sidaa ujeedaan, derbigaana kusoo wareega jaamacadda, intaan banaanka jaamacadda waaye, intaan banaanka jaamacadda waaye. Ilbaabkii jaamacadda marka waa kanaa, ilbaabkii jaamacadda waa bawaabada waxa la lahaa bawaaba ar-raisiya. Marka aan bilaawno, waxaan ka bilaawaynaa guriga ardada degan oo sagaalaad, wixdada sagaalaad, guriga sagaalaad. Guriyada nambar ay leeyihiin waa gurigii sagaalaad, ardada degan guriyihii hore waaye. Guriyaha cusub baa idin tusiyo 12 iyo 21, wixdada 21 ama sakanka ardada ay degan oo 21aad waa kanaa, siduu dheer yahay arkaysiin. Qolka waa kanaa, qolka intan waaye, intan waxa waaye 2 qol waaye, 2 qol waaye, mukeefkana u dhexeeyo qol inta qofkuna dariij daaqadiis waatana, qofkaana daaqadiis waatana. Daaqada hadaa rabto waa furana, dhexda waxaa la gelinaa marka sitaar ama daah. Dad qaar waxay kalaa moogi dhahaan qaybtan waa masquul, qaybahan waa masquul. Sida ujeedaan ilbaabka laga galan waa kuwaana, dhinac walbana ilbaab ay ka leedahay. Tan ilbaabkii labaad waaye. Sida ujeedaan hoosna waxaa kugu jiro jaamacaddii Tayba, jaamacad Tayba. Lacala 2 qof aa isla lalatay walaalaa, mid wuxuu soo xirisay jaamacad Tayba, midna jaamacad Islaamiya. Waa is arki karaan maalin walbo, waayo wado hal wada dhexdooda marayso labada jaamacadood. Idin tusiyo bawaaba thaniya, waatana jaamacad Islaamiya, waatana gurihii ardada waa kuwaana, gurihii macalimiinta waa kuwaana. Insha Allah adimu ya kusoo laabanayna insha Allah baad al-adhan. Jaamacad Tayban waatana, marka baad as-salaah ayaa kusoo laabanayna insha Allah. Kama tarawna ya jamaat al-khair, baad as-salaah markii aan soo tukanay kadib waa jaamacad Tayba waatana, jaamacad Tayba, jaamacad Islaamiyan waatana. Jaamacad Islaamiya, jaamacad Tayba hal weey usweego loo soo xiraysanayo ama shuruudahooda way isku soo dhow yihiin nooc ma. Marka aan tagno madcamka, meeshii cuntada lagu cunayay, meesha cuntada lagu cunayay, ardada markay imaadaan way ka xishoodaan, laakiin malaga xishoodo waa dhalinyaro rag lay joogo oo kaliya. Qof walba dana keentay meesha, danta keentayna waxa waaye waxbarasho waaye. Ilbaabkana laga soo gala, bidaaqada jaamacadda laga soo jagareena, intaad soo mare kadib, intaad soo mare sfela kusoo jirtaya, kadib saxana soo qaadane, moosa kusoo ridane, khudaara kusoo ridane, bariis intaa ka qaadane, doorada meeshaana ka qaadane, haye maxaa la dhahayay cabitaanka meeshaana ka qaadane, cabitaanka waa kana, cabitaanka waa kana, shaahigana shaahin waa kana meeshaana ku jira, adaa diyaarsanayo. Kadib alaabtaada adoo wato, gacantaada ku wato, waxaa fadhiisanaya miiskaaga iyo kursigaaga, cuntadaas la cunaysiin, asxaabtaada adiga asxaabtaada isla imaanaysiin ama keligaaga imaanayas, cuntadaada buubsiisane xisadaada ama fasalka ama gurigaaga ka gaaraysa. Marka tanna nuqta ku qoran, nuqtadan waxa waaye jaamacad leh waaye, iyadana waa kana masjidka Ibn Baz, masjidka oo ugu horeeyay jaamacad Islaamiya lagu dhisay waa kana masjid Ibn Baz lahaa. Tanna maktabad waaye, waa waqtigii ijtimaacaad ama shiro oo jiraan ayay ku kulmaan. Ilbaabkii laga soo gelay ra'iisiga waa kana, wixdadan waa wixdadii koowaad, sakanka ardada ay degaan wixdadii koowaad waaye, ama guriyada ugu horeeyaan oo guriyihii hore waaye oo jaamacadda lagu dhisay. Sidoo kale meeshaan idaarada jaamacadda waaye, idaarada jaamacadda, tan kuliyadii shareecada waaye. Meeshaan waxa waaye meeshii oo lagu dabaalanayay, meeshii masbaxa waaye, jaamacad masbaxa jaamacadda waaye. Meeshaana kan meeshii sports square ee Itixaad Milan dhammaantooda. Sidoo kale malcabka oo kubadda basketball ama kurad sala ayay dhahaan carabiga, malcabkii lagu ciyaarayay. Sidoo kale malcabka oo garoonka oo lagu ciyaaro banoonka kubadda cagta waa malcabka waa kana.
كلية يعني معني كلية الشريعة واتنا كلية اللغة العربية واتنا هي كلية الشريعة، كلية الشريعة ومدنا وجدان كلية الشريعة واتنا هاد لكن قاب سبع لو دسي ولا قبل تلي قاب كان كلية الهندسة كلية انجينيرينج مش انجينيرينج واكنا لاب كان واكنا مش ونبيلا كان حواي مش لو حلو برتواي مركا كلية ده دمان تودوا كونا كلية الحديث الشريف أيضا واتنا سبير كذا أرض القار حكوي مادان موتو أرض القارن باسكيد أرض القارن بابور حكوي مادان مركا سيدو كلا كليدي وكتقني مكتبة الجامعة ده. مكتبة أيضا بنان كأن كتاجن هاي عندي تسو واتنا مكتبة الجامعة ده. لو واتني أفر ساعة فرنتا إنترنت إلى ذا قفكم كتاب كيسو سوق هذا أنا بوقتي وربو آخر سنة أخبين كيشان صاحب النمال الحرام gudi heeda aan idin tuso qabow mukeef keeda iyo waxeed asal qabaan kan ka taabada emailiga ku jireen waaye kitaabkaada soo qaadanay emailana soo fadhiisanay waxaad akhrisanay kursiga caadiga ku fadhiiso ama kursi suuf suufka ku fadhiiso aday ku taala waaye sida rabto u raaxaysa waaye cunto iyo wax lama soo gelin karo laakiin meeshaan istiqbaalka waaye qofkii rabo kitaabka uu qaadana uu soo akhrisana uu soo mutaalicayna su-aalihiisii wixiisu ku soo qorana iska soo celina tabadii waaye tanna bawaabada koowaad جامعات بابا الرئيسية الله تن سيدو كلا ايد لاي واي مركا قف كيرو انو قالو موقع جامعات ويب سايت كجامعات وحو كرفان على لينك كان علامة الشعار كجامعات على طول حوجينا موقع جامعات سيدو كلا تويتر كجامعات قف ويلبو جامعات وحريستو هدا وضو اما حكو حرنا دو تويتر كجامعات مر ويلبو مهمة لصوديقا سيدو كلا وحي صوديقتا ان والله فريد دونو جاس الامية مردو ayay kusoo sheer gareysay sida ujeedaan waxa la furi doonaa toban iyo labada sida video bilowgiisa uu sheegay oo muhiim ah in mar labaad aan sheego marka insha Allah ta'ala qabulbo warqadiisa iyo wixiisa diyaarsado si uu u xareesto insha Allah jaamac islaamiya bil madina al munawwara barakallahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh